حيث بلغ عدد زوار مدينة البتراء خلال عام 2022 قرابة 905 آلاف زائر وزائرة، وفق سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي التي أكدت أن المدينة وصلت إلى حالة التعافي من تداعيات جائحة كورونا. وحول الحركة السياحية في المدينة الوردية نرحب بالدكتور سليمان الفرجات رئيس مجلس مفوضي إقليم البتراء التنموي السياحي. أهلا بك سيدي معنا، يعني كيف ترون هذه الأرقام مقارنة بسابقتها؟ وعندما نقول بسابقتها يعني دعنا نستثني 2020 وهي يعني سنة الجائحة، ونعود إلى 2019 وما قبلها. صباح الخير أخ محمد عمر والأخوة جميعا. أهلا بك. الحمد لله رب العالمين، احنا دخلنا العام الجديد بأمطار الخير وبنفس الوقت بأرقام جيدة، يعني تقريبا يعني أعلى من المستوى. أنهينا العام الماضي اللي هو عام 2022 بدخول 9,502 سائح أو زائر بشكل عام، منهم حوالي 638,500 أجانب وحوالي 33,000 عربي و 185,000 أردني ومعفيين حوالي 4,000 سائح. الأرقام كما أشرت حضرتك أنه إذا بنقارنها بال 2021 و 22 في زيادة قوية، لكن فعلا 2020 و 21 قد لا نحتسبها من عبر السياحة. بالنسبة لل 2019 الأرقام تشكل تقريبا 80% من أرقام 2019، وهذا طبعا رقم أو نقول وقت قياسي للتعافي، دخول التعافي. لما نحكي طبعا إحنا عن التعافي نحكي عن الأرقام. كم كان الرقم في 2019؟ 2019 كان الرقم الإجمالي 1,135,000 سائح، منهم حوالي 1,000,000 سائح أجنبي. طبعا التعافي الآن في هذه المرحلة لا يعني تعافي القطاع السياحي، تعرف القطاع السياحي خاصة المنشآت السياحية والمطاعم اللي خسرت على مدى عامين بدها وقت تعوض، لكن المؤشرات العامة، الجهود المبذولة من الشركاء كهيئة التنشيط السياحي في تسويق الأردن خارجيا، جيد. يعني دعنا نتحدث عن التسهيلات التي تقدموها أو تقدمونها للسائحين لتشجيعهم على المجيء من ناحية الأسعار، الإقامة والتنظيم وغيرها من الأمور. سيدي السلطة هي جهة تنظم عمل السياح داخل الموقع، الأثر الخدمات الموجودة في مركز الزوار مثل المحلات، المرافق العامة، الأدلة السياحيين بمعظم اللغات، السيارات الكهربائية، قريبا سيتم تشغيل الباصات الكهربائية من الطريق الخلفي إلى آخره. الأسعار هي عرض وطلب مقدمة من القطاع الخاص وخاصة الفنادق. أسعار الفنادق بالبتراء طبعا تتأثر بالموسم، يعني بتكون بالموسم السياحي اللي هو شهر 3 و4 و5 و9 و10 و11 أعلى، لكن غالبا تباع ضمن باكيجات سياحية. وأعتقد أنه في السنتين الأخيرات وبسبب ارتفاع عدد الغرف الفندقية بالبتراء أسعار الفنادق في متناول الجميع مقارنة مع المواقع السياحية الأخرى الموجودة بالأردن. احنا طبعا تقليديا البتراء هي سياحة ثقافية، زيارة الموقع الأثري. الآن احنا بنشتغل على منتجات جديدة زي القرية الثقافية في بيضة واللي راح تنفتح إن شاء الله هذا العام، وراح تكون في يعني حفلات فنية لمطربين عرب هذا العام بمنطقة البيضة. راح نفتتح مركز زوار بيضة اللي من هناك راح تنطلق منه سيارات الجيب وسيارات المغامرة البقيز. وفي مشاريع للقطاع الخاص تتمثل مثلا هذا العام بالبالون الثابت والعبارة الهوائية السكاي لاين والواقع الافتراضي وقرية المغامرات. كلها يعني هدفها إطالة مدة إقامة السائح وتنويع المنتج السياحي في البتراء. طيب ما هي توقعاتكم لعام 2023؟ تعرف أن الأزمات يعني صارت مختلفة، يعني بالتأكيد في أزمات رئيسة زي مثلا أزمة الكورونا قد تحصل أحيانا الأمور يعني خارجة عن الإرادة، الهدف إذا إدارتها بطريقة صحيحة. إذا ما بقيت الأمور حسب ما بنسمع الآن أنا أتوقع أنه
عام 23 يكون مماثل لل 2019 إن لم يتجاوزه إن شاء الله. طيب يعني ما هي الدول يعني الأكثر طلبا على السياحة في الأردن أو في البتراء؟ حسب إحصاءات سلطة تقييم البتراء، الدرجة الأولى الجنسية الأمريكانية، تليها الألمانية، والآن في يعني دول يعني التقليدية اللي هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ما زالت يعني متصدرة، لكن بسبب وجود الطيران المنخفض التكاليف المدعوم من الحكومة الأردنية من خلال هيئة تشجيع السياحة، هو الذي طبعا فتح خطوط جديدة خاصة في شرق أوروبا زي هولندا هنغاريا تشيك، كل هاي الدول صار في عندنا برضو أعداد جيدة من هاي الدول. احنا بنلاحظ انه كمان في موضوع مهم جديد، شغلتين يعني مهمات، انه مدة إقامة السائح يبدو انها بلشت تزيد بعد الكورونا، والشغلة الثانية انه اعمار السياح صارت اصغر، يعني بالسابق تقليديا كان يزور البتراء خلينا نسميهم البالغين اللي من 50 وفوق، الان صار يجي اعمار اصغر بسبب وجود الطيران منخفض التكاليف. والإشي الآخر إنه اللي بيجوا في طيران منخفض التكاليف يستفيد القطاع السياحي منهم، وخاصة المجتمعات المحلية بشكل أفضل، لأنه يأخذ سيارة تاكسي، ينام في فندق صغير أو في نزل، بيروح على المطعم، وبالتالي يعني تأثيرها اقتصاديا بشكل أفضل. رئيس مجلس مفوضي إقليم البتراء التنموية السياحية دكتور سليمان الفرجات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.